السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. معنا الكرتيرة اللي قدام حضراتكم دول فيها سن المسمارين بتوع الشميزة بايظين. تحط المسمار كده، المسمار بينزل وبيطلع معاك بكل سهولة، مش ماسك، فبالتالي بيعمل معايا ترشيح في الجوان لو المسمارين دول تلفين ومش رابطين كويس. تمام، المسمارين دول اللي هم بيمسكوا الشميزة، تمام هنا. فبالتالي لو المسمارين دول مش مربوطين هبدأ ألاقي فيه ترشيح زيت طالع من الجوان اللي تحت الشميزة من المنطقة دي ناحية ترس التكسيمة. طيب عايزين نعالج المشكلة دي بطريقة سهلة وبسيطة تكون متاحة عند الناس كلها، تمام، ونتجنب إن المسامير دي سنونها يبوظ معانا تاني. في تلات حلول بيكونوا لعلاج سنون المسامير دي. الحل الأول، بتحتاج تودي كارتيرا المخرطة بيعمل لك ليها جلب حديد أو جلب نحاس وبيعمل لك السن 10 زي ما كان، وبترجع تربط المسمار زي ما هو. الحل الثاني، بتجيب طقم الهيليكويل، تمام، وبتوسع مكان المسمار وبتنزل السوسته اللي بتيجي مع الطقم. السوسته دي بتعمل عباره عن سن وبترجع لك برضه المسمار، تربطه نفس المسمار سن 10 زي ما كان بالظبط. تمام، الطريقتين دول قد يكونوا مش متوفرين عند ناس كتير، تمام، وصعبين شويه خصوصا لو الموتور مقفول انت مش محتاج انك انت تفكه، تمام. فلو انت هتحتاج توديه المخرطة هتحتاج انك انت تفك الموتور بالكامل وتاخد الكارتيرة عشان توديها المخرطة. برضو الطقم اللي احنا بنحكي عليه مش بتوفر في كل الاماكن، تمام. فاحنا النهاردة ان شاء الله هنحل المشكلة دي بطريقة سهلة وبسيطة تكون متوفرة ومتاحة مع الجميع، ومن غير ما تحتاج انك انت تفك الموتور. لو انت فك النص اللي فوق بس هتقدر تعالجه من غير ما تطلع الموتور من على المكنة، او تحتاج تفرتج الموتور بالكامل. كل اللي هنحتاجه معانا دكر سن 11، تمام، بيكون بالشكل ده، هو طاجم دكر سن بيكون مكتوب عليه 7 × 1، ده اللي احنا هنحتاجه معانا. هنعمل سن جديد هنا مقاس 11، لان السن الاصلي طبعا بيكون مقاس 10، لا احنا هنعمل سن 11، وبعد كده هقول لك هنعمل ايه بالظبط عشان تتجنب ان المسامير دي تبوظ تاني معاك. هنبدا اولا نفتح بدكر السن الاولاني ونعمل سن جديد بالطريقه دي وبالشكل ده كده. همسك الدكر، تمام، وهبدأ سن جديد. بالشكل ده هو باخد ودي في الدكر، اهم حاجة بس اخد بالي ان انا ما عديش لحد المسموح بيه من المسمار تحت عشان ما افتحش انفذ المسمار في الكارتيرة وبالتالي هيرشح معايا زيت، هيجي عند اخر المسمار وقف عشان ما نفذهوش لتحت هنا في وش الكهرباء. تمام، اكون حريص وانا بسن المسمار، بتاخد وبتدي طبعا بالشكل ده هو. اهو بالوضع ده، اول ما بحس ان الدكر خلاص وقف معايا مش لافف تاني كده ما ينفعش اضغط تاني، لان لو ضغطت تاني هفتح المسمار لجوه، ولو فتحته هيبدا يرشح معايا برضو زيت حتى لو انا رابط مسمار جديد، فاخد بالي من النقطه دي. بالشكل ده احنا عملنا، فتحنا مكان السن، هننفض الرايش اللي جوه. بعد كده هجيب القطعة التانية او القطعة التالتة من الدكر وهمشط بيها السن عشان السن يطلع معايا مظبوط، لان زي ما احنا عارفين الطاجن بيبقى تلات قطع، قطعة للفتح وقطعة للتمشيط والقطعة الاخيرة اللي هي بتظبط معايا السن للاخر. فهعدي عليها بالشكل ده هو مرة تاني، اهو بالشكل ده كده الدكر جاب الاخر معايا. خلاص كده اوقف وابدأ افك الدكر واطلعه خالص. تمام كده السن اهو ظبط معايا، ظهر معايا اهو،
تمام. ده السن الجديد اللي احنا عملناه بالشكل ده اهو. بعد كده هبدأ اعمل في المسمار التاني نفس اللي عملناه هنا بالظبط. بفتح الاول بالدكر الاولاني، وبعد كده بمشط بالدكر التاني نفس اللي عملناه في المسمار الاولاني بالظبط. اهو بالشكل ده كده. اهم حاجة الدكر يكون نازل مظبوط، السن بتاعه يكون مظبوط بالظبط نازل مستقيم عشان ما يلوحش معايا السن وبالتالي يكسر الكارتيرة. كده بعد ما خلصنا سن المسامير بالشكل ده هو عملنا السنون الجديدة. نيجي للنقطة المهمة خالص، وازاي احنا هنركب المسمار. طبعا المسمار ال 11 مش هينفع هنا لان الجوان بتكون فتحته على كد المسمار ال 10، وبرده هيضايقني لو انا هربطه على الشميزه. المسمار ال 11 بتكون راسه تخينه شويه فهيضايقني وانا بربطه. طيب هنعمل ايه؟ طيب هنجيب معانا جوتين زي كده 11 على 10، تمام. الجوتان دي اللي احنا بنركبها في الشكمان، جوت بيكون جزء منه 10 سن 10 والجزء الثاني سن 11. هنبدا نركب السن ال 11 ده تحت في المسمار اللي احنا سنناه بالشكل ده اهو. اهو وهربطه لحد ما يجيب معايا الاخر. طبعا بربط الجويد باستخدام صامولتين بحطهم فوق بعض بالشكل ده هو، وبمسك بكفلهم مع بعض بالمفتاحين اهو بالشكل ده، تمام. بربط الصامولتين عكس بعض بحيث يمسكوا الجويط، وببدأ من الصامولة اللي فوق وبلف الجويط. الجويط بيربط معايا لحد ما انزله تحت على الاخر اهو بالشكل ده اهو، تمام. اهو بالشكل ده لحد ما الجويط يقف معايا خالص يجيب اخر المسمار تحت، تمام كده. الجوت جاب الاخر، بمسك الصامولة اللي تحت وبفك الصامولة اللي فوق بالشكل ده هو، وبطلع الصامولتين. باجي برضو على الناحية التانية برضو بركب الجوت، تمام. بجيب الناحية التانية برضو بركب الجوت بالشكل ده، ونفس اللي عملته في المرة الجوت الاولاني هعمله في الجوت التاني باستخدام الصامولتين العشرة. بعد ما ربطتهم كده بالشكل ده هو، هلاحظ ان المسمارين او الجوتين دول طوال شويه، فبجيب الشميزه بتاعتي وبركبها مكانها بالشكل ده، تمام. اهو كده ركبت الشميزه معانا مكانها وفي طول في المسامير. بجيب مثلا الصاموله بتاعتي اللي انا هربطها، بربط الصاموله بالشكل ده هو، تمام. وباجي فوق الصامولة دي مثلا وبعلم علامة هنا اهو بالظبط كده عشان اقطع الزيادة دي وما اخلي مكان صامولتين بس في الجويط. نفس الامر في المكان او في الجويط التاني، بنزل الصامولة للاخر وباجي فوق الصامولة واسيب مكان يشيل صامولة تاني بالظبط كده وبعلم، تمام بالشكل ده اهو. بعد كده بنفك الشميزة معايا الصاروخ، وببدا اقطع الحته اللي انا علمت عليها دي الزياده. ولكن قبل ما اقطع الجويط لازم اربط في صاموله الاول عشان خاطر الصاموله دي بعد ما اقطع تظبط السن مكان القطع بتاع
الصاروخ بالشكل ده اهو. بعد كده بعد ما قطعت الزياده بالشكل ده هو، الصاموله دي بتنفعني بتظبط معايا السن مكان القطعيه بتاعتي اهو. بص كده طلعت لي الرايش مكان الاسطوانه بتاعت الصاروخ اهو بالشكل ده كده. بمشط السن بالصاموله نفسها بالشكل ده. تمام كده. بعد كده هنجيب الشميزة نجربها تاني ونشوف المسامير. تمام. طيب انا عملت الجوت يا دوبك على كد الصامولة بالظبط، يعني يشيل صامولة تاني فوق الصامولة الرئيسية. اهو بالشكل ده كده بربط الصامولتين بتوعي. طبعا الصامولة تقيلة سنة عشان طبعا القطعية بتاعت الصاروخ، ولكن هتسلك واحدة بالشكل ده اهو. كده اربط مسامير اجرد مهما جرد مفيش مشكلة، وبكده اكون حليت المشكلة بشكل نهائي، لان انا فيما بعد مش هستخدم الجويد. انا كل اللي هعمل هفك الصامولة واطلع السلندر والجويد قاعد مربوط مكانه مش هلعب فيه. وانا كده اتفاديت ان السن يبوظ معايا مره تاني، وعملت حاجه جميله جدا نفس الوضع ده اللي جه في الموتوسيكلات البنيلي، بيكونوا جويدين مش مسمارين زي الموتوسيكلات الصيني. ده حل بسيط وغير مكلف ومتاح عند اي حد، واي حد يقدر يعمله بنفسه عشان يعالج المسمارين بتوع السلندر دول ويمنع رشح الزيت اللي بيطلع من الجوان هنا ناحيه ترس التكسيمه. ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه وقدرت اقدم لكم المعلومه بشكل صحيح وقدرت افيدكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.